الضم ده مكان أثري في شارع المعز، يمكن لو أنت متعرفتوش مش هتاخد بالك منه خالص. مدخل الآثار يعني مزنوق جدا بين البيوت، يمكن محدش ياخد باله منه خالص. كمان زي ما احنا شايفين اليافطة بتاعته متبهدلة، وباين أوي إنها قديمة جدا ومحدش دخل المكان من زمان. الأثر ده للأسف مسجل رسمي الآثار في السجلات برقم 447، هو اسمه زاوية أبو الخير الكليباتي، وبيرجع تاريخ إنشائها لسنة 1020 ميلادي 411 هجري. واجهتها تكاد تكون مختفية بين محلين كده من ضمن المحلات اللي في شارع المعز، وزي ما قلنا لوحتها التعريفية اللي شايفينها قدامنا باهتة وبشكل كبير جدا ساهمت في إن الناس ما تعرفش المكان أو ما تاخدش بالها منه. طيب سألنا الناس اللي في المكان تعرفوا مين ده أو مين صاحب المكان ده، محدش يعرف. كل اللي قالوه أو كل اللي يعرفوه ده كان راجل بركة زمان والكلاب بتمشي وراه، عشان كده سموه الكليباتي. لكن تاريخه مين أو إيه أو عشان إيه محدش يعرف عنه حاجة.